مين فينا ما يحب يلف ويدور؟ يعني والله لازم إلا بالعين الحمراء أقول محفظتي ضايعة. تعالوا خلونا نشوف. على مين تحب تلف وتدور دايما؟ أنت تسأل عن لف والدوران؟ إحنا نعرف اللف والدوران هذا فقط يعني. ممكن اللف والدوران. لا، لازم نصور سناب كذا ونتاخذ اللقاء يعني. طيب أوكي، على مين تحبين تلفين وتدورين؟ الفلورز. والله أنا من ناحيتي ما عندي لف ودوران. أنا عندي أعطيه الوجه. يزعل يزعل، يرضى يرضى. شوف ممكن إني يحتاج إجازة شيء، هذه ممكن. لف ودوران. شوف لا صرت بغربة ممكن إنك تحاول تلف الدور. عشان حصل لك يوم يومين كذا تروح لها لك ممكن. طلع على المشرف الدوام. أكثر شيء الناس اللي تلفين دورين عليهم متابعينك. لا لا حرام، مو كلهم على حسب، إذا شفتهم يتكلمون معي يلفون دورين درت معهم عادي أعطيهم جوهم بس. لا الصراحة أحسن من الصدق. يعني أنت رأيك في اللي تلفين؟ أنا كلها معاها يعني. كلنا. كل العالم يحبون يلفون دورين. حلو. يمكن اخوياي بيأمون عليهم طبعا. والله يعني بعض الاحيان وانا دائما الف ودور على هذا. يكون يدورون عليك؟ والله بعض الاحيان يعني. مو بدايم. هذا اكثر لفه؟ ها؟ انت تلف وتدور؟ شوي. على مين؟ العينات دول. لا الشكليات دي ايوه الشكليات. لا هو تدري عنده لف ودوران في ايش بس؟ في الحساب بس. اذا جينا نحاسب يقول محفظتي ضايعه يعني اي صرافتي بالبيت القطه ايوه كذا كريه يعني. لا يجي ليش عزمتوه؟ يا اخي جاء معنا هذا ارسل اللوكيشن بالغلط وجانا صار خويكم ايه. احسن شيء تشوف الناس ما يبغونك وتجي. الاهل طيب؟ الاهل والله اذا كنت في شيء براسي وعارف انه بيرفضون لا بعد درت عشان احصل عليه. ذكيه وانت لك مستقبل. مو تفاهم انها كذب يعني لف ودوره يعني اوقات تبغى شيء لازم تحوم امي. لا والله انا ممكن اكون في مع صديق اخذنا كوفي ايوه فنحاول اننا نطلق رجولنا شوي. لا انا ما اقصد اللف ودوره انا نطلق رجولك انت ايش رايك؟ انا هسي لف ودور اكثر جي علي. اللف ودوران على المدير على الاهل على الزوجه. لا لا غلطان. لا لا هي غلطان ما في ها لا ما تلف الدور عليها. لا لا هم عندهم الفكره هذا انه الزوج دائما بيلف الدور. لا صح غلط صح غلط. المفروض الواحد ينضبط. غلط ينضبط ينضبط ويترك عنه اللف والدوران. صح غلط ويمشي سيده يعني. غلط 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 يعني انت ما قلت لفيت الدور. لا ابدا ابدا لازم الواحد يكون سيده. صح صح صح. عندك فلور يا اللي يلف عليهم ودور على حسب صدق بس مو دائما صراحة. كيف تلفين وتدورين على ايش مثلا؟ متى وقت اعلان تسوين اعلانات؟ لا 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 لا, لا مو عن لا اسوي اعلانات بس ما لا لا حرام الف ودور بالاعلانات. لا هذه غش. هذا غش صح طبعا صح. ايوه على اللي يحب يسمع اللف والدوران واللي يسال اسئله فيها لف ودوران. انا لف ودور ما في احد يلف ودور. اللف والدوران مرفوض. ايه الحلاوه دي لكن لابد منها. النبي انت جبت المعلومات دي منين؟ تحبين تلفين وتدورين على مين؟ على بعض متابعيني. بعض متابعينك؟ إيه؟ يعني ما في مصداقية؟ لا في مصداقية. أجل كيف تلفين ودورين بس عليهم؟ عليهم أسئلة فيها لف ودوران فجاوب سؤال جواب لف ودوران. لف ودوران إيه؟ ما فهمت. بس على المتابعين إيه؟ يعني أنت و هيفا. أنت وهيفا اللف والدوران أغلب شيء يكون على المتابعين إيه؟ من أخذها هواية. يا سلام يا سلام. المشاهير يحبون يلفون ودورون على متابعينهم. لا إحنا ما منلف ومندور. يا الله يا رحمن. احنا ملائكة احنا منلف وندور. نعم صراحة احسن اشي لف ودور. ايه ايه حلو. ايه حلو. على مين؟ المجمع خفيف دم. على مين تلف ودور؟ ايه المجمع. لا خليك من المجمع. اعطينا اشخاص. ترى توني عريس جديد لا تورطنا. والله صديقاتي صراحة. صديقاتك ها؟ ما يجون إلا بالعين الحمراء. ما يجون إلا كذا. والله شوف بتضحك علي بهذه النقطة بس صراحة على حسب البرج. عندك برج السرطان لازم تلف وتدور عليهم. يلف ودور خويك؟ لا لا البلد شوي. بالبيت المسجد. بالبيت المسجد ها؟ لعبتي. لعبتك؟ ايه؟ لف الدوران. ايه؟ حلو. أكثر شخص تحب تلف وتدور عليه مين؟ خوي ذا. ينعل شكلك وينعل النص منك والباقي لك. يعني والله لازم. لازم والله لازم مندي دي يعني والله لازم. ايش ليش لازم؟ والله بعض الاحيان عندي مقاول والله لو ما لف ودور معه بلعني. عندي ايش اسمه ورش. حلو والله العظيم لو ما لف ودور بلعوني كلوني حتى الزوجه. لا 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 يعني اذا ما تلف الدور بتاكل. الله يرحمك على التصرف ده عليك سويته.
والله لو ما لف وادور بلعني بلع. والله انا احيانا لف عليها تلف الدور على اكيد لازم لازم عشان تمشي في الحياه كذا لازم. لا احب لف الدور. تحب تلف الدور؟ ايه. حلو. على مين؟ عليك وعلى اي واحد. حلو حلو. اي احد كذا ما تلف الدور عليه عادي ما في مشكله. كيف؟ كيف عند العطار. والله؟ اي والله. متى اخر مره لف ودار عليك؟ اليوم. اوف طازه فريش يعني الرجال. ها لازم طبيعه الرجل كذا لازم يلف ويدور. طبيعه الرجل أي. بشكل عام اي اي اذا كنا صريحين الرجل يلف ويدور. بس صريحه في اخر شخص لفيت درت عليه من انت.